استقبل حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه في قصر الصخير هذا اليوم بحضور صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. استقبل سعادة السيد باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان والعاملين في الوزارة. وقد رحب جلالة الملك المفدى بوزير الإسكان والعاملين في الوزارة معربا عن سعادته بالالتقاء بهم في ضوء الجهود الكبيرة المميزة لوزارة الإسكان، مباركا جلالته لهم مساعيهم المخلصة في تطبيق سياسات مملكة البحرين في مجال تخصيص الإسكان الاجتماعي التي بدأت مبكرا بالاهتمام بحاجة المواطنين للسكن اللائق، والتزمت على مدى ما يقارب الأربعة عقود بإتاحة وتجويد الخدمات الإسكانية بشكل متواصل بهدف توفير سبل العيش الكريم للأسرة البحرينية. وأعرب جلالة الملك المفدى عن شكره لوزارة الإسكان ممثلة في سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر على ما تقوم به من جهود حثيثة في مجال تخفيض قوائم انتظار المواطنين من خلال تنويع خيارات الخدمات الإسكانية وتقديمها لمبادرات وحلول متعددة، ومن أهمها إشراك القطاع الخاص وتشجيعه على المساهمة في التنمية الحضرية وبناء المدن العصرية بما ييسر على المواطنين إجراءات الحصول على السكن وبما يراعي ظروفهم الاجتماعية المختلفة، مثمنا جلالته ما حققته وزارة الإسكان من إنجازات لمؤشرات عالية كان لها أبلغ الأثر لخدمة المستفيدين من الأسر البحرينية وتجهيز وتسليم العديد من الوحدات الإسكانية الموزعة على مختلف مناطق البحرين.
هذا وأكد صاحب الجلالة حفظه الله أن تطوير قطاع الإسكان الاجتماعي بخدماته المتنوعة سيظل في مركز اهتمامات حكومة مملكة البحرين، وهو ما تترجمه خططنا ومشاريعنا الطموحة في مجال التنمية الحضرية المستدامة التي تضاهي المستويات العالمية، شاكرا جلالته جميع العاملين في الوزارة لما يقومون به من جهود مثمرة خدمة للمواطنين وتلبية لاحتياجاتهم. ملك البلاد المفدى حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظه الله ورعاه أصحاب السمو أصحاب المعالي والسعادة أيها الضيوف الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته نرحب بكم في هذا اللقاء الذي يتفضل فيه سيدي جلالة الملك المفدى باستقبال سعادة وزير الإسكان وكبار المسؤولين في الوزارة وخير البداية تلاوة عطرة من القرآن الكريم يتلوها على مسامعنا المقرئ عمر محمد مظفر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين وترى الملائكة حافين من حول العرش يسبحون بحمد ربهم وقضي بينهم بالحق وقيل الحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم. يتشرف سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان بإلقاء هذه الكلمة. سيدي حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين المفدى أيده الله. سيدي صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر سيدي صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء حفظكم الله أصحاب السمو والمعالي والسعادة منسوبي وزارة الإسكان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بالأصالة عن نفسي وبالنيابة عن جميع منتسبي وزارة الإسكان أرفع إلى مقامكم السامي أسمى آيات الشكر والعرفان لما توليه جلالتكم حفظكم الله من رعاية ودعم لا محدود لوزارة الإسكان بشكل عام والملف الإسكاني بشكل خاص أسهم بلا شك في تحفيز جهودنا وإثراء الخطط الإسكانية الرامية إلى تحقيق تطلعات جلالتكم لتوفير أفضل الخدمات الإسكانية لمواطني المملكة
من ذوي الدخل المحدود وفي أقصر مدة ممكنة. إن أمر جلالتكم السامي يا صاحب الجلالة بتنفيذ المشاريع الإسكانية في أقصر مدة ممكنة وإعطاء الأولوية القصوى للحالات الإنسانية والتي تحظى برعاية كريمة ومستمرة من قبل الديوان الملكي، وما تبع ذلك من توجيهاتكم السديدة بالإسراع في توزيع هذه الوحدات المستحقيها هو عنوان المرحلة الإسكانية الحالية. هذا وتشرف وزير الإسكان بتقديم هدية تذكارية إلى جلالة الملك المفدى، وتشرف الحضور بالسلام على صاحب الجلالة العاهل المفدى. هذا وقد أقام حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى مأدبة غداء تكريما للعاملين في وزارة الإسكان.